كذبش عليك، انا وبعض الاصدقاء انا كنفكر كاع ندير شباكيه ومسمن وفهمتي وما نخليهمش يمشيو. والله اختي الا باقي لدابا كان هذوك التبعات ديال ذوك ثلاث شهور الا باقي لدابا مازال كنخلصوا. كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده قهوه شحال هادي. راه شوفي انا الا قلت لك واحد الكلمه اقسم بالله العلي العظيم، الا انا البارح مشيت لواحد الشارع كاين في سباته الا تسعود القهاوي هبطوا البيشان صافي، ما عدموا مول القهوه يعني، لانه ما باش غادي يخلص، باش غادي يخلص. الدوله هي فرضه علينا انه نديروا هنا 50% نخدموا بها، وهذيك 50% راه ما كايناش، ومانعين عليك تنقل المباريات، ومانعين عليك ودير لك الثمانيه تسد. يعني زعما قتلونا بكل صراحه، قتلونا من ارباب المقاهي. كاين اللي غادي يدير الفواكه، كاين اللي غادي يدير الخضر، كاين اللي غادي يدير الشباكيه، كاين اللي غادي يدير التمر، كاين يعني راه يعني شوف الحاله من هنا كتبين لكم الحاله ديال القطاع فين وصل. هاد الناس هادو اللي فكروا في هاد تغيير النشاط، هما قال لك حنا بغينا نغيروا النشاط غير باش الخدمه ديالنا ما يضيعوش وما يتكرسوش في هذا الشهر الكريم، لان شهر رمضان كتعرفوا المصاريف ديالو والمتطلبات ديالو. انا من الاخوان اللي بدلت، اللي دابا كنت بريباري اللي بدلت فيها النشاط، لان هذا الدومين ما بقى كيدخل ليا والو. انا الصوائر ديالو شي دابا شي من كوفيد لهنا كنكمل من جيبي، باش غير باش نخلي لافير ديالي غاده وكنخلص خدامه من جيبي، وخرجت كنزاول التجاره ديالي باش نعيش. دابا انا عندي خدامه بوليداتهم، دابا القرار اللي كنفكر فيه دابا هو المشاكل ديال الخدام، مشاكل ديال الخدامه. انا قلت في الطراز غادي نعطي الخدامه ديالي غادي نعمر لهم غير باش يعيش هذاك الخدام. انا غادي ندير لهم خضره، غندير لهم اي حاجه باش هذاك الخدام، لانني انا كنعيش به هو كيعيش بيا. والمشكل ديال لا سينيسيس انا باغي نخلص على الخدامه لا سينيسيس، ولكن الضغوطات واش سميك فيه 750 درهم وانا عندي 6 الخدامه والدخل ما كاينش، ورغم ذلك عاطيني 50% باش نخدم، وانا هذيك 50% باش نخدم ما عنديش، ما كنصورهاش. دابا غريب في الامر، انا الدوله كتجبرني بانني نخدم ب 50% وكنخلص لها الضرائب 100%. والحل هو كنطلبوا من الحكومه ومن مجلس البرلمان ومجلس المستشارين باش يسويوا لنا واحد مرسوم قانون ويهبطوا ديك التسعيره ديال الانخراط ديال الضمان الاجتماعي، لان الا بقات التسعيره ديال الضمان الاجتماعي بهذا السومه هذه راه كنظن راه نهار على نهار راه صندوق الضمان الاجتماعي راه غادي ينقص من المنخرطين ديالو.